السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم عند قناتي شهيوات عيشة. اليوم راني غادي نشارك معكم واحد البسبوسة، راه كتجي زوينه بزاف. بسم الله، غادي نجيب واحد الإناء، عندنا 4 البيضات يكونوا في درجة المطبخ، غادي نحتاج كاس سكر ما يعادل 140 غرام، فرصة ملح، ساشي فاني. غادي نخلط، كاس الزيت ما يعادل 100 غرام، كاس حليب ما يعادل 100 غرام، واحد الغلبة نتاع الياغورت تكون طبيعية ما يكونش فيها السكر، غادي نحتاجو واحد الليمونه، غادي نحتاجو غير القشران ديالها على برا، ما ديروش القشره كامله باش ما تجيكمش حاره. غادي نحتاج كاس نتاع الكوك ما يعادل 140 غرام، كاس سميده ما يعادل 140 غرام، نص كاس ما يعادل 100 غرام سميده رقيقه. صافي، درت هنا المجموع 240 غرام تاع السميده، زوج الخمارات نتاع الكاطو، كل وحده فيها 11 غرام. غادي نخلط مزيان حتى ينتجمو مزيان، طلعوا غير بالطراب الايداوي. غادي نجيب المول اللي فيه 24 سنتيمتر، نكون دهنته بالزيت ورشيته بالسميدة، ودركي راني غادي ندير فيه البسبوسة ديالي، وراني غادي نشعل الفران على 170 درجة مدة 25 دقيقة حتى 30 دقيقة. صافي، غادي نديرها في الفران ونخليها تطيب، وما تحلوش عليها حتى توصل هذيك 20 دقيقة، ديك الساعة تقدروا تحلو عليها. منين تشوفوها اللون ديالها ولا ذهبي صافي تقلعوها. جوج كيسان ديال الماء، كاس ونص ديال السكر، تقدروا تزيدوا واحد الساشي نتاع الفاني. غادي نحتاج واحد الحبه نتاع الليمون، غادي نديرها شرايح ونديرهم يطيبوا مده ربع ساعه، ونقلعهم ونصفيهم هكا ونخليهم يبردوا، ونسقي بهم البسبوسه ديالي. صافي، ها هي البسبوسه ديالي راهي طابت، لاحظوا كي جات ما شاء الله. صافي، درك غادي نسقيها ما حد هي سخونه، السيرو يكون بارد والبسبوسه تكون سخونه، منين كتشرب هذاك السيرو راه كتطلع مزيان. درك غادي نخليها جوج سوايع عاد نديمو ليها. صافي، درك هاني ديمو ليتها، راهي جات زوينه ورطبه، نتمنىكم تجربوها، راهي ساهله ما فيهاش المكونات بزاف. غادي نجيب الناباج نفوت عليها باش يعطيها هذاك البغيو تجي زوينه، وغادي نديكوريها بهاد الحبه نتاع الفواكه، وغادي نديكوريها بنواه كوكو، ندير عليها شويه نتاع نواه كوكو، ونديكوريها بداك التشين اللي كنت درت به السيرو، راني قطعتو طروف هكا وراني ديكوريت بيه. وبسم الله، غادي نقطع معاكم واحد المورسو وتشوفوها كي جات من داخل. منين تقطعو حيدو هذيك الدائره نتاع التشين، راه ما كتخليش الموس يفوت باش يتقطع دروات، من حيث ما قدرتش هذيك المورسو ديال التشين، راه خلى ليا في مرة راس، راه خلى ليا في واحد المورسو
وكان قلعت هذيك الظاهرة نتاع الجيم من قبل عاد نقطعها. هي راهي اعتبرها كتفتت غير بوحدها، راهي زوينة بزاف. لاحظوا كي جات رطبة وزوينة ما شاء الله، راهي مجربة، راني ما درتها لكم هنايا حتى جربتها، راهي جات لي زوينة بزاف. راهي تقدر تقعد حتى 3 ايام ما يصرى ليها والو، راهي رطبة وزوينة. راني قطعتهم مربعات هكا، نتوما عندكم الاختيار تقطعوا كما بغيتوا، كما قطعتوها هكا تجي زوينة. هاني ساليت الفيديو ديالي، الا كان عجب ليكم بارطاجيو وديروا اللايك. والسلام عليكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.